بشعار الله الوطن الملك. المهم احنا سعداء اليوم بافتتاح النسخه الرابعه من الدوري ديال ابن بطوطه كاب اللي هاد السنه هذه يعني كيعرف واحد التطور يعني مميز من خلال لا على المستوى الكمي ولا المستوى النوعي. من حيث العدد ديال الفرق السنه الماضيه كانوا عندنا 40 فريق، اليوم يعني وصلنا ل 48 فريق.
وكذلك من حيث النوع، لانه كيشاركوا معنا اليوم يعني تعود ديال الفرق من اوروبا ومن مدارس متميزه على مستوى التكوين في مجال ديال كره القدم، اخص بالذكر هنايا المدرسه الاسبانيه والمدرسه البلجيكيه والمدرسه الفرنسيه والمدرسه الهولنديه اللي حاضرين معنا، طبعا الى جانب اعتاد الفرق الوطنيه اللي هي معروفه في مجال ديال التكوين، على راسهم الاكاديميه ديال محمد السادس اللي حاضره بال يعني بالفريقين في جوج ديال الفئات اقل من 13 سنه واقل من 14 سنه، بالاضافه الى فريق نهضه بركان، فريق ديال الرجاء البيضاوي، فريق الجيش الملكي، اتحاد طنجه، يعني فرق اللي هي معروفه في هذا المجال ديال التكوين، اللي طبعا كنتمنوا من هذه النسخه هذه انها تكون على يعني شاكله النسخ السابقه، يعني متميزه من حيث الاطباق الكرويه اللي كتقدمها واللي كتمتعنا. طبعا حنايا اليوم الافتتاح غيكون عندنا تقريبا 7 ديال المقابلات بالنسبه للاي 14، طبعا طيله هذه الدوره هتشهد تقريبا 120 مباراه، 80 ماتش اللي غيكونوا في الاقل من 13 سنه و40 ماتش في اقل من 14 سنه، وبالتالي وحاولنا اننا ما نحرموش حتى ديك الفرق اللي كتحتل المرتبه الثالثه والرابعه في كل مجموعه، لان هذا النظام ديال اللي كنعتمدوا عليه هو نظام ديال المجموعات، كنوزعوا هذه الفرق على مجموعات كتشكل من 4 فرق، فما كان حتى ديك الفرق اللي كتحتل المرتبه الثالثه والرابعه كنعملوا لهم بطوله موازيه كنسميوها اليت بي، وبالتالي كيخرج كل فريق على الاقل باربع مباريات طيله هاد 5 ايام. طبعا كنتمناو انه تكون هاد انطلاقه كما شفتوا في الافتتاح يعني خير يعني بشرى لهذه النسخه باش تكون متميزه، وهذه مناسبه طبعا باش نشكر كل الداعمين لهذه النسخه الرابعه وعلى راسهم ولايه طنجه تطوان الحسيمه اللي كانت الداعم الاساسي من خلال الشخص الكاتب العام الجهوي، وكذلك مجلس الجماعه ديال طنجه على راسها يعني السيد العمده والنائب الاول، وكذلك لا انسى المقاطعات الاربع يعني مقاطعه ديال بني مكاده والمقاطعه ديال طنجه المدينه وديال مغوغا والسواني اللي كذلك كانوا سند لنا، بالاضافه الى مجلس العماله، وما نساوش كذلك المديريه الاقليميه ديال التربيه والتعليم والتعليم الاولي والرياضه اللي كذلك كانت سند ديالنا، وطبعا ما نساوش الشريك الاساسي ديالنا اللي هي العصبه ديال كره القدم، عصبه طنجه تطوان الحسيمه اللي كذلك كانوا داعمين لنا، فكنحيوا كل هاد الاطراف اللي كانت داعمه، بالاضافه طبعا للسبونسور اللي كانوا داعمين لنا اللي كنشكرهم واحدا واحدا، وكنتمناو انه الجمهور الطنجاوي يستمتع طيله هاد 5 ايام بهذا الطبق الكروي المتميز. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.